الو، معكم عدنان مباركي من شركه العلام في المانيا. جينا بسبعه تاع الشركات هنايا للمغرب، وحنا ماشي اول مره كنشاركوا، هذه لا 4ème اديسيون كنا حاضرين فيهم كاملين. عزيز علينا المغرب، ديما كنكونوا حاضرين بحال هاد الملتقيات لحقاش هما مهمين بالنسبه لينا، حيت المغرب ديما عزيز علينا وديما كنبغيو نجيو ونطوروا بالمجهودات ديالنا باش المغرب ديالنا ديما نشوفوا فواحد المرتبه عاليه. هاد الاول اليوم الاول في المعرض كان ناجح 100%، وكانت معنا ريمال تي في واكبتنا على طول النهار، وكنشكرهم بزاف من هذه المناسبه. اللي بغيت نقول لكم ان هذا المعرض هو مهم بزاف لينا حنا اون كو سوسيتي اون المان. كانوا بيان سور كانوا واحد المشاكل، الحدود تفتحوا يلاه في 15 ولا 7 في شهر 2، حنا جينا حتى ل 15 كانوا المشاكل، ما كناش عارفين واش غادي نحضروا ولا هذا، ولكن الحمد لله بعد النهار الاول كان كل شيء مزيان، وان شاء الله كنتمنوا الخير ونساهموا الاستطاعه ديالنا باش ننجحوا المعرض ونواكبوا النجاح نتاع المغرب ان شاء الله. وكنبغي نشكر من هذه المناسبه سيد ميلود بن باري رئيس المعرض نتاع باتيكيب، ماشي اول مره، هذه رابع مره كان نشاركوا في هذه الدوره، وميلود بن باري كنبقاو معاه اون كونتاكت العام كامل باش كنوجدوا النجاح نتاع هذا المعرض، لانه مهم بزاف لينا اوتو سوسيتي في الالمان، حيتاش حنايا خدامين في المغرب هذه 30 عام، وان شاء الله غادي نبقاو خدامين في المغرب، وان شاء الله كنكونوا في الدوره الخامسه والدوره السادسه وكاع الدورات ان شاء الله غادي يكونوا مع ريمال تي في وسي بن باري باتيكيب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناه ريمال تي في.